مساء الخير، حلقة آخر الأسبوع البوصلة. احنا مكملين مع التيار الذي يمثله، إذا كان تيار يعني، الاتجاه المحسوب على الثقافة المصرية اللي بيمثله، أو احنا واخدين بيه مثل الأستاذ يوسف زيدان. وأنا قلت في أول حلقات مجموعة الأستاذ يوسف، احنا عاملينه يعني نجم الحلقات بقاله فترة، إنه ولا موضوع شخصي ولا حاجة، لولا موضوع ابن تيمية أنا ما عنديش وقت للأستاذ يوسف زيدان، ولا أنا كراجل في الحقل الثقافي شايف إنه ممكن يقدم حاجة أنا أناقشها يعني. لكن أنا بس في موضوع ابن تيمية توقفت رغم 100,000 حاجة ممكن أرد، بس مش مكاني، وأنا ما بشاركش مع ناس تانية في الرد على أي حد. لكن بس موضوع ابن تيمية وإعادة تدويره، زي ما أنتم شايفين بقالكم أسبوع ونص بلا منهج ولا دليل، كلام متناقض، كلام غير صحيح تاريخيا وغير صحيح فكريا وغير صحيح عقليا وغير صحيح تنظيريا، وكلام في الفقه وكلام في الأصول، ورديت على كله يعني. فاحنا النهاردة عادي، ولسه الأسبوع الجاي أنا قلت لكم مش عشان حاجة، أنا اديت 4 أسابيع للتيار اللي هو محسوب على أو مش محسوب، التيار التراثي والسلفي، رديت على كل ما يمكن الرد عليه. إنما التيار المحسوب ده على الثقافة ده مهم، مش عشان أهمية الشخص أو اللي بيقدمه يعني، لكن عشان ده بيوصل الناس بسهولة، وبيعتقد الناس لمجرد إنه هو ده رأيه من زمان فعايز يصر عليه، أو نكاية في شخص ما فيطلع زي ما شفته كده من أسبوعين، أما أنا قلت في بداية حلقاته إن ابن تيمية حلو فكريا وهتسمعه ده دلوقتي، وابن رشد وحش، وطلع إن مفهوم العقل عنده مهترئ. الحقيقة مش عارف أقول إيه عشان برضه أفضل في أسلوبي يعني، ده والله يعني هقول إيه. طيب تعالوا نشوف على طول الفيديو اللي انا اللي هو هنعدي بس 20 دقيقه من اللي اتقال امبارح، وبعدين نحط الفيديو ده. تم طرح فتاوى ابن تيميه، مش افكاره الاساسيه. عايز افكاره الاساسيه، انا جايب لك حاجات يا رب يحطها لنا على الشاشه. طيب معانا معانا ايه بقى؟ هو ده الميزه، انه مثلا ما اظنش اي حد هيحط مثلا مخطوطه زي دي. طيب ده خط ابن تيميه. طيب خلينا بقى في اللي هو اتقال ده. بالمناسبة رغم ان انا يعني انتوا عارفين انا بقى بجاوب على الحاجات الجانبية، اللي هو جيش علي وجيش معاوية خرج منه الخوارج، مش عارف ايه، يعني برضو تيجي في السيرة، بس وان كان احنا نناقش الفكرة الكبرى، بس اللي كان موجود على الشاشة ده السطر الاخير هو اللي خط ابن تيمية، مش اللوحة، مش الكتاب كله خط ابن تيمية، ومكتوب على الـ على الـ على الكلام السطر الاخير اهو بخط شيخ الاسلام احمد ابن عبد الحليم ابن تيميه، مش الكلام كله بخط ابن تيميه. المهم لكن هو خلاه خط ابن تيميه كله، مش مشكله، دي حاجات فرعيه يعني. نرجع بقى للموضوع، بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك الفرق بين فتاوى ابن تيميه وافكار ابن تيميه. والله فكره وجيهه للدفاع عن ابن تيميه، يعني ده الدفاع رقم كام يا جماعه اللي هيطلع بدون منهج؟ رقم من اول ما ابتدينا الحلقات دي رقم 11، ويمكن اكتر، 11 او 12 13 14 70 كده يعني. طيب تعال نناقش الفكره دي باكاديميه وبعقلانيه. قول لي ايه الفرق بين فكر الشخص وفتواه، وطلع موضوع شرط المستفيد بتاع امبارح، لان انا شرحت ابن تيميه كان يخرج عن ذلك تماما، ملوش اي علاقه بالسائل، هو له علاقه بافكار كبرى وطوائف واعتقادات وديانات وباطنيات وكده. السؤال هنجاوب على مرحلتين، المرحله الفكريه الكبرى اللي هشرحها لكم، ومرحله ابن تيميه نفسه. هو في فرق كفكر بين فكر الانسان ورايه في شيء، الفتوى راي ليس على شرط المستفيد. انا قلت لكم انه مش بيقول والنبي طلاق والنبي جواز والنبي يا عم الشيخ، لا لا لا، بيقول له قول لي رايك في الزنادقه، في الصوفيه، في حال الحلاج، في حال ابن عربي، ابن 70، السهروردي، دي اسماء من المتصوفه المقتولين. طيب الا ابن عربي يعني. طيب قول لي رايك في الرافضه اللي هم في نظرهم الشيعه الاثني عشريه، في الدروز، في العلويين اللي هم النصيريه. قول لي رأيك في البدع وأصحابها، قول لي الراجل اللي دخل قال النية من أعلى حاجة، قتل أهل الكتاب، قتل الذين على غير أهل الكتاب، قتل كل حد.
وانا ارسلت لكم الكره الارضيه كلها بقى في الاربع اسابيع اللي قبل الحلقات دي. هل هناك في يعقل عاقل ان فكر الانسان غير رايه؟ فهيفضل يقول لك ايه بقى، شرط المستفتي شرحناها وردنا عليها، المغول شرحناها وردنا عليها، ده هو لما تيجي حاجه تخص المغول اللي هي فتوى مردين وريتكم ان هو بيقول في اهل مردين، في مردين او غيرها، وفي اهل مردين او غيرهم، بيوسع الدايره. انا ماليش دعوه بالمغول، ماليش دعوه بالظرف، ماليش دعوه بالزمان، ماليش دعوه بالمكان، ده ابن تيميه اللي بيقول يعني. فانت لا شرط المستفتي نفعت معاك يا استاذ يوسف، ولا الزمان والمكان بتاع المغول اللي محدش جاوب بالدفاع ده عن ابن تيميه الا واحد سلفي قريب، فانت من 50 سنه كده، فانت عجبك الكلام. اللي هاجموا ابن تيميه نفسه زي ما جبت لكم الشيوخ الشافعيه واو اللي جبت كلامهم، ما قالوش كده عنه، ما قالوش السكان في عصر المغول. فدلوقتي لا الزمان والمكان فارقين ولا شرط المستفتي. قول لي ايه الفرق بين فكر الانسان ورايه؟ ده على المستوى يعني، هو فكره كده واعتقاده في الدروز، في العلويين، في الشيعة، في المشركين، في المرتد المسلم، في الصوفي، في صاحب البدعة، في من يحكم بغير شريعة الله، في أهل مردين أو غيرهم. حد يقول لي ده اعتقاده في طائفة كاملة وفي أفكارهم. وكان بيقول لو فاكرين لما جبت فتوى الدروز، ويجب قتل صلحائهم وعلمائهم لكي لا يغتروا بهم الناس. حلو، ده فكره، هو نقله إجابة على سؤال، إيه هنا اللي يغيره؟ اللي يخلي فكره يعني مثلا هو يكون ابن تيميه قال كده، اقتلوا كل دول كلهم، البدعه والصوفيه وصاحب البدعه والمشرك والمرتد السني واللي قال النيه والدروز والعلوين والشيعة والنصاريه وكل الدنيا، وطبعا المشركين واهل الكتاب اللي هم في نظر المشركين يعني. وبعدين هو قال كده مثلا على المنبر، وبعدين راح راجع البيت قال، قام اتسال بالنسبه لابن تيميه لفكرك اللي هو كان بره بيقوله ده فتاوى وحش، يقول لهم ده الدروز دول حبايبي، ده الصوفيه دول قلبي، ده المشركين دول أحسن ناس، ده أنا راجل تاني خالص في البيت، إيه الكلام ده؟ إيه ده؟ وإزاي يتقال الكلام ده؟ فكر إيه وفتاوى إيه؟ وبعدين من الخطأ، لأن الأستاذ يوسف يكاد يكون مش عارف ابن تيمية كويس. ابن تيمية أنت فاكر مجموع الفتاوى بس هو اللي أنا باخد منه الكلام؟ طب هو منهاج السنة النبوية كان أسئلة؟ رد. درء تعارض العقل والنقل كان كتاب أسئلة ولا فكره؟ بما أنك بتقدم فكر ابن تيميه على أنه راقي وفي العقليات والمنطق، طب درء تعارض العقل والنقل زي ما قلت لكم من الأسبوع اللي فات ممكن ياخد كتاب جايزة أسوأ كتاب في التاريخ، أهدر العقل تماما خلاص. وبعدين يطلع ابن رشد هو اللي وحش، سبحانه. المهم، فالخلاصة يعني إن فكر الإنسان على المستوى الفكري يعني هو رأيه، مفيش كلام. على مستوى ابن تيمية آراؤه لم تكن منبنية على أي شرط المستفتي ولا الزمان والمكان، هو كان دايما في آراؤه بيتوسع وبيخرج من الحاجتين دول. أدي واحد. اتنين، إن أغلب فتاوى ابن تيمية أو آراؤه يعني اللي قالها في القتل واقتل واقتل اقتل دي مش في مجموع الفتاوى. يعني أنا جبت طبعا يستتاب إلا قتل كله في مجموع الفتاوى والحلاج والقتل كله. لكن جبت كتير جدا في الأربع أسابيع من منهاج السنة النبوية، من درء تعرض العقل والنقل، من الراعي والرعية، سياسة شرعية في الراعي والرعية، وأنا قلت لكم الأسماء دي ساعتها. طيب، عارفين ابن تيمية له كام كتاب؟ وده اللي بيبهر السلفيين والناس اللي زي الأستاذ يوسف اللي هواهم معاهم. له حوالي أكتر من 200 وحاجة مخطوطة ورسالات صغيرة وكتب وردود على ناس وبتاع، كلها مش فتاوى، كلها أفكاره. حتى أفكاره اللي بيتكلم عليها في العقل دي، بقول لكم اقروا كتاب درء تعرض العقل والنقل، مأساة. ها؟ أعدلكوا كتب ابن تيمية، كتاب الاستقامة ده مجلدين، جواب لاعتراضات المصرية الفتية الحموية، فاكرين كلمتكم عليها الفتية الوسطية، العقيدة الوسطية. كتاب الجواب، كتاب تلبيس الجهمية، دي مش فتاوى، ده بيتكلم عن طائفة بيقول رأيه فيهم، فكره يعني. تلبيس الجهمية، وبيطلعهم في الآخر كفار. كتاب درء تعرض العقل والنقل، منهاج السنة النبوية، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. كل دي مش فتاوى يا أستاذ يوسف. ده فكره، والا ايه الفكر وايه الفتاوى بقى؟ طلع فرقهم لي كده في الكتب، يا ريت تفرقهم. فده كلام خارج المنطق تماما، ودفاع غريب عجيب. مره مش هم، ده صدر الاسلام هو اللي دموي، يطلع ابن تيميه بريء وصدر الاسلام عادي والرسول موجود ذو الخويصره. نرد مره، اصل ابن تيميه مش هم، ده العيال صيع، يرد عمرو وانا رد مره، اصل ملوش دعوه ابن تيميه، ده صور لهم كده. وبعدين فجاه
وعمره في بعض جوانب من بعض فقهاء زي ابن تيمية، وبعدين بعد الفاصل يرجع بوجه جديد، يرجع تاني لا ده ابن تيمية كويس والفكر غير الفتاوى ومحمدين غير حسنين، ومحدش فاهم حاجة، محدش فاهم حاجة. أنا محدش فاهم ليه الدفاع ده وليه إعادة تدوير الفكرة من واحد محسوب للأسف. يعني هقول إيه؟ هقول إيه؟ كل الدفاعات مهترئة، كل المنهج هو منهج اللا منهج، وما فيش حاجة اسمها الفكر والفتوى. كل كتب ابن تيمية أفكار بعيدة عن مجموع الفتاوى، كلها فيها الأفكار دي. رد حتى الكتاب العقلي الذي هو مش عارف إيه، مأساة. وبعدين يطلع يعني برضه المفارقة دي تعباني قوي، ها زي مفارقة الحلاق كده اللي من يومين، يدافع عن ابن تيمية وبعدين يدافع عن الحلاج اللي ابن تيمية راضي جدا عن قتله وبيشتم الوزير. يعني رديت على كله بقى، انا تعبت. فمفارقة ابن تيمية وابن رشد دي رهيبة. ابن رشد تفسير عنده، تفسير العقل عنده مهترئ، وابن تيمية كويس. ايه الجمال ده؟ اطلع فاصل دقيقة وارجع لك.